دوامة من الحزن والحسرة تعيشها عائلة بالعمري، عائلة احترق قلبها على ابنها هشام، طفل بترت يداه بسبب صعقة كهربائية أتت على جسده وهو يهب لمساعدة جاره الذي باشر أعمال بناء. فتى في ريعان شبابه عجزت عائلته تسديد مبلغ ليس بهين لاستكمال عملية زرع يدين له. كل يوم لشي نطلب إن شاء الله أزدخل مني فسن ذي ولا ما يعدن إن شاء الله أعطي الصحة وقي يعني أغد دعوني أغد أخذ مواقي أغد أخذ منه تنظر نظر المهم عندي سوى أخذ مني كان يفسن عندي ذي العالي نطلب زكونا تعاون ماذا أدخل من فسنيس هذي قولة هذي خدم هذي الدو هذي غر كنت طلب زكونا تكون صاحي مدوسيب. عندما تغيب السلطات يحضر أبناء منطقة بوزروال بأقبو، شباب صغار وكبار حملوا على عاتقهم مسؤولية جمع المال لمساعدة هشام. نكناقش شاكير الجارنا نسنيت بيان ماشي اللعب كان كاكي ولا ترايس لك سيطو ياكي ساعة مدة ونوي ورا تصور وانش داكي مي دومون دي ناس دانشيف اللي امبوسيب باش تدبي تدي جمع بابا ساكي واحد السنة كنا معاون نوسى داك كي سالي جانو بارتي كي طلع داك كي داكين مع وانا كيت نزل من عاونا هاد الغاشي الحمد لله والحكومه توجور كل مونك ولا شي تاوك الحاجه كي غدعونا لا وطلع راه غورنا ما كانش يعني نو كنا نطالب اموال وكنا تدعون شطوح كان 30,000 دينار هو المبلغ الكامل لعملية زرع يدين لهشام، طفل يحلم بأن تستمر حياته، يدرس، يلعب، ويمسك بين يديه كل ما يصادفه، حلم يمكن تحقيقه بفضل أبناء الوطن المحبين للخير.